العمر ديالي 18 عام، بطل المغرب الشبان، فوز اقل من 55. المهم كانت واحد المده طويله كنت كنبريباري فيها، المهم كان صعيبه شويه فيزيكمون كل شيء، كتريني كدا كتمشي للبطوله عاوتاني واحد الاحساس اخر، زعما كيبقى داك اللعيبه ديال زعما واش غادي نقدر ندير شي حاجه ولا لا، زعما واش داك بنادم كامل واش غادي نقدر نكون طالع في داك البوديوم ولا لا. صافي المهم الخدمه ديال الاستاذ والجهاد ديالو والجهاد شويه ديالي عاوتاني والثقه في النفس قدرت نجيب بطاله المغرب. بديت في العمر صغير شويه 8 سنين بحال هكاك، دخلت على الطريق ديال خويا الصغير اللي كان صديق ديال ولد الاستاذ، واصلا خويا الكبير كان ديجا في هاد الرياضه. كانت نصف حياتي هي التيكواندو، يعني حليت عيني في عائله كدير التيكواندو، كنت احترم الرياضه اصلا. كنت كنحلم نكون بطاله المغرب، بطاله اولمبيه ان شاء الله، علاش لا، وان شاء الله حققت شي حاجه من بزاف. خاصني شويه نعاود نخدم على راسي عاوتاني ونتيق شويه في راسي، ومحتاجه الاستاذ ديالي ضروري خاص يكون لا ديسيبلين، يكون تيق في الاستاذ ديالو، زعما ما يبقاش يقارن الاستاذ ديالو مع شي استاذ اخر، حيت حنا الاستاذ ديالنا ماشي اي استاذ، راه هو استاذ كبير ومعروف في العالم ديال التيكواندو كرياضي وكمدرب. صافي تيق في راسك وان شاء الله يكون غير الخير. كتعاوني عائلتي واستاذ حتى حد ما كيعاوني، واللي معايا في لاصال كيعاونوني دعم معنوي ماشي مادي، اما الدعم المادي كتكون العائله ديالي واستاذ ورئيس الجمعيه. ضروري باش تبقى في اللياقه ديالك خاص تبقى تلعب بحال الدوريات، و سوفل فيزي ان شاء الله غنكون بطله عالميه اولمبيه ويكون معايا استاذ ديالي ضروري. نشكر الاستاذ ديالي ورئيس الجمعيه والعائله ديالي في الصف الاول حتى هما، ومهم الاستاذ ديالي بزاف غادي نشكره حيت هو اللي كبرني وعلمني اي حاجه نقدر نديرها دابا. الحمد لله مدينه ازمور غنيه بوليدات اللي باغيين اصلا يزيدوا القدام وبدعم ديال الاباء ديالهم بطبيعه الحال، وحنا الحمد لله كنديروا مجهوداتنا الخاصه ومع مجموعه من المساعدين ديولي، والحمد لله حققنا القاب كثيره مدينه ازمور جهويا ووطنيا. مريم الرميدي انا كنكذبش عليك انها مواظبه، اللي كتعجبني انها مواظبه تبغي تقاتل انك تحاول توافق ما بين الدراسه والرياضه ديالها، كتجي تبريباري بخاطر انا ما تنكونش كتجي تبريباري راسها صراحه، لا كانت تعليمات وكتخدم راسها بنهار، يعني لدرجه انها كتريني جوج حصات حتى ثلاث حصات بالنهار، واللي عجبني ما بين ثلاث حصات انها كتوافق ما بين الدراسه والرياضه. حاليا عندها مراحل، كتقول لي بغيت نكون انها تكون عضوة في المنتخب الوطني ان شاء الله، ماشي هي كاين حتى بنيات، كاينين بنيات تبارك الله كثار يعني صراحه الله، لا ما بغيتش نجبد الاسماء ديالهم باش ما ننساش شي واحد ولا شي حاجه، مادام ان شاء الله المكونات ديال المنتخب الوطني وفهمتي ان شاء الله يزيدوا القدام ان شاء الله، وتكون لان حلم الاولمبي اي مدرب اي بطاله اي واحد تيحلم واخا ما يقدرش يوصل لها تيكون حلم، لانها بطوله كبيره. ابطال المغاربه الحمد لله مؤخرا بدا كيشرفونا صراحه الله، كيشرفونا مزيان كيحصلوا على نتائج ايجابيه، المهم الحمد لله اللهم لك الحمد. اللي كنبغي نوصل حتى الوليدات اللي كيترينوا معنا، ماشي ما نوصلش الرساله للوليدات، وان كنا نوصل للاباء ديالهم انهم باش يعاونوا وليداتهم ويدفعوهم ويشجعوهم على الرياضه والدراسه، لان الرياضه والدراسه كيكملوا بعضياتهم. ومريم كنقول لها انها خصها تكون مواظبه ان شاء الله وتزيد تكمل في الطموح ديالها وفي الخدمه ديالها ان شاء الله. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.